السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ويانا نيسان زد 2023 الجيل الجديد بالكامل. نشوف ان شاء الله نفصل بالفيديو هذا مع بعض. في بداية الفيديو راح تلقون كافة تفاصيل نيسان تحت بوصف الفيديو، وايضا اسعار الزد اليون اليوم الغير عادي 18,500 دينار كويتي. راح يطلع لكم الحين تحويل بالعملات الاجنبيه الاخرى. مشاهده ممتعه، ولا تنسون تضغطون على زر اللايك ليصلكم ان شاء الله الفيديوهات نفس هذه اول باول. حياكم الله، مشاهده ممتعه. المقطع اليوم برعايه مكتب الهندسي لاستشارات هندسيه المهندس فلاح، خبره اكثر من 25 سنه في مجال البنيان ومجال الاستشارات الهندسيه بشكل عام. راح تلقون ان شاء الله وصف بالوصف راح تلقون رقم التواصل حتى تدشون عليه بالواتساب على طول. راح احط لكم رابط عندكم تقدرون تستفسرون عن اي شيء متعلق في البنيان. نرجع للفيديو، مشاهده ممتعه. في البداية خلونا ناخذ جولة تصوري عن السيارة من كل صوب، ونكمل بالمواصفات بعد ذلك ان شاء الله. والمحرك يكون 3 لتر توين تيربو، يولد 400 حصان و475 نيوتن متر من عزم الدوران. والجير يكون عندك خيارين، خيار الجير عادي وخيار الجير اوتوماتيك. اللي انا اليوم هي الجير عادي من 6 سرعات، ونظام الدفع اكيد يكون دفع خلفي للعجله. والمحرك يكون من عائله البي ار 30 دي دي تي تي. لو تشوفون المحرك في عندك هذا العمود، هذا يزيد من صلابه او يعطيك زياده صلابه في الشاسي نفسه. فنظام التوزيع المحرك جدا ممتاز، وهذا المحرك ترى مو جديد، محرك موجود على الانفينيتي ريد سبورت. طبعا يكون فرق شوي بالاحصنة، هذه 400 حصان. لو تشوفون شلون المحرك مرتب ومغطى، حتى البريك فلويد يكون مني ما تشوفون مرتبة هناك الباتري. فالشيء الوحيد يعني الغريب ان هذا الاسترب او العمود هذا المفروض يكون في مساعدات هيدروليكية صراحة. لكن كتوزيع محرك طبعا الانتر كولرز حق التيربو لازم يكون في مطارتين نفس ما تشوفون، مطارة للراديات العادي ومطارة ثانية للانتر كولرز. وين الباتري؟ هذا هو مرتبة بشكل ممتاز، وفي حاجز نفس سيارات تصميم سيارات مرسيدس. طبعا هذا من زمان الزد تستخدم الطريقة هذه. وفي شغلة جميلة، في هوكين موجود على الكبوت مثل ما تشوفون، يعطيك صلابة أكثر للكبوت، يثبته بشكل ممتاز. علماً بأنه يكون من الألمنيوم، ففي خطافين يثبتون الكبوت على السرعات العالية. ونظام الانتركولر للتيربو يكون موجود فوق هنا، عادة تكون في السيارات تكون موجودة بالأمام أو موجودة تحت، لكن النيسان زي مستخدمين تقنية ثانية، الانتركولر يكون موجود فوق، واحد هنا واحد على الجنب الثاني. فنظام التبريد مختلف حتى عن المنافسين مثل التويوتا سوبرا. صرفية الوقود اللتر الواحد من البنزين ماشيك 10.6 كيلو، وسعر تانك البنزين تكون 62 لتر، فبحسبة بسيطة راح تمشيك 657 كيلو. طبعا مو شرط تعطيك الأرقام هذه، على حسب ظروف القيادة. وغطى البنزين نفس نظام التويوتا سوبرا، حجمه عملاق جدا. شوف النسبة الكبر الرئيدي، يكون حجمه شوي كبير مقارنة باللي داخل، يعني يقدرون يسوونه أصغر، لكن هذا هو حجم تانكي البنزين. نيسان زي الجيل السابع الجديد، طبعا هذا هو شكل المفتاح، للأسف نفس المفتاح القديم. تمنيت يكون المفتاح الجديد مال نيسان، لكن هذا هو شكل المفتاح للناس نيسان زي أو الزد الجيل السابع. طبعا نيسان زي الجيل السابع تتوفر في اسم التسويق لنيسان اللي هو نيسان انتليجنت موبيليتي، التنقل الذكي من نيسان. تتوفر في الرادار المتفاعل الذكي، وايضا نقاط العمياء موجود، وايضا الخروج عن المسار والاشياء هذه موجوده في السياره. حتى الكبح التلقائي الخلفي موجود. والفئه اللي نازله بالكويت فئه واحده فقط، مو منزلين فئه السبورت الاقل، فتكون يعني فيها مواصفات اقل من ناحيه الرنجات فئه السبورت العاديه، لكن مو نازله عندنا بالكويت. والسياره اللي انا اليوم مميزه تكون من الجير عادي الجير اوتوماتيك، يكون 9 غيارات. بس شنو راح تفقد في الجير اوتوماتيك؟ راح تفقد الشافت او عمود الجاردن، راح يكون من الستيل العادي. الجير عادي فقط ينزل عليه اللي هو الكربون فايبر شافت،
الجاردن، عمود الجاردن اللي تحت راح يطلع لكم صورته، في حال انك مو عارف شنو عمود الجاردن ممكن اسمه عمود الكردان اتوقع، فيكون من الكاربون فايبر على فئه الجير عادي. طبعا السياره اليوم مبنيه على الشاصي القديم 370 زي، بس زادوا الصلابه فيه، فيكون صلابته اعلى من الجيل السابق في كمية تقريبا 20 أو 30% أصلب من الجيل السابق. زادوا الرجيديتي أو الجودة العالية للشاصي للسيارة هذه. وتتوفر السيارة في 6 ألوان خارجية دبل تو تون أو لونين، لون الأسود واللون العادي، وأيضا تتوفر في 3 ألوان عادية، فمجمل الألوان 9 ألوان خارجية. ومثل ما نشوف تصميم الإضاءات الأمامية مستوحينا من النيسان التاريخية 240 زي أو النيسان الزد الأصلية اللي اسمها أصلية دائما، فهي شكل الإضاءات نفسها البيضاوي هذا مستوحينا منه، أيضا حتى الشبك الأمامي مستوحينا منه، مع الشبك الأمامي يكون فيه الحساسات مثل ما نشوف الأسفل هنا فيه حساسات، وأيضا باللون المعدني هذا مال معدن اللي يسمونه جام متل، وأيضا الحساسات موجودة بالأسفل هنا مثل ما نشوف. في فتحات مو حقيقية كلها دائما تكون، والنيسان زي تتميز عن السوبرا في الخارجية على أن السيارة ما فيها فتحات مو حقيقية، كل شيء موجود يعني حقيقي، ما في فتحات مزيفة. الليتات كلها تكون بالـ LED بالكامل حتى الضوء العالي، هذا هو الضوء العالي على اليمين، وهذا ضوء العدسة يكون ضوء الواطي العادي. وبعد السيارة الخارجية تكون بالعرض 1885 ملي متر، وطول قاعدة العجلات، ونقصد بقاعدة العجلات من الإطار الخلفي إلى الإطار الأمامي 2550 ملي متر. طول السيارة الإجمالي يكون من الدعامية الخلفية للدعامية الأمامية 4380 ملي متر. ارتفاع السيارة عن الأرض تكون 1315 ملي متر. وحجم الإطارات اليوم يكون بالأمام غير، وعلى الخلف يكون أصغر شوي، مقاس اللي بالأمام 255 40 19 إنش، مع البريكات تكون من أكوبانا أو أكوبانو من ماركة يعتبر جدا ممتازة في نظام البريكات وأيضا في السفايف، نظام ممتاز جدا يضاهي البريمبو لي. ونظام الفرامل يكون من شركة أكوباني اليابانية أو أكوبانا، فتكون جودة البريك نفسها جدا ممتازة. طبعا الماركة اللي أو اللي مسوي منه الرينج يكون من فورجت، فيكون جميل جدا صراحة تصميمه، عندي أحلى من تصميم رينج السوبرا. مثل ما قلت لكم حجم الإطار الخلفي مختلف، يكون مقاسه 275 35 19 إنش، وأيضا البريكات باللون الأحمر موجودة بالخلف. طبعا الإطارات اليوم من ماركة بريجستون بوتنزا ممتازة جدا، تماسكها يعتبر ممتاز وجميلة للاستخدام اليومي. لو نشوف البروفايل الجانبي مال النيسان زد، عندنا حرف الزد موجود فوق ونازل تحت وطالع كذي، هذا هو هوية التصميم مال زد من زمان يعني، فتكون حرف الزد موجود على الجنب، إذا شفت السيارة على الجنب تعرف أنها نيسان زد على طول. أيضا في هذا اللون السيلفر مستوحينا من سيف الكاتانا الياباني مال الساموراي مثل ما تشوفون، يكون حاد بالأمام، هذا هو شكله ممتد إلى الخلف. طبعا علامة الزد موجودة على البيبلر الخلفي، يعتبر جميل جدا. هذا هو الشكل الخلفي للنيسان زي مستوحينا من 300 زي القديمة، صراحة جميل جدا، من أجمل التصاميم اللي شفتها في 2000 وقتنا الحالي يعني من التصاميم السبورت، جميلة جدا، حبيت شكل الإضاءات هذه اللي مستوحينا منها. طبعا عندنا ليت LED يكون حتى ضوء الإشارة يكون من LED، وأيضا الإكزوز أو العوادم تكون مزدوجة. عندنا النيسان زي العلامة النيسان الجديدة، وأيضا شعار النيسان والوكيل الكويتي اللي هو البابطين اللي موفر السيارة اليوم. عندنا حساسات موجودة مثل ما نشوف بالأسفل، أيضا في ديفيوزر صغير موجود بالأسفل مع العوادم المزدوجة اللي مستوحينها من إنفينيتي، شكلها جميل جدا، طبعا كلها من المعدن. خلينا نشوف الدبة الخلفية، طبعا عندك ضوء يكون مدمج بال فوق الضوء الثالث، وأيضا الجناح يكون موجود على الدبة مثل ما نشوف. هذه ما تنزل على فئة السبورت اللي ما نزلت لحنا عندنا، ممكن بعد فترة تفتح الدبة ما راح تلقى الزر تحت، وين حاطينه ذكيان نيسان؟ حاطينه هني،
تضغط الدقمة راح تفتح وياك. عندك الكاميرا الخلفية موجودة هني، هذه هي الدبة الخلفية، سعتها طبعا هاتشباك تبطل مع الجام نفسه، سعتها تعتبر جيدة 195 لتر بالنسبة لسيارة سبورت تعتبر ممتازة. طبعا هذا البار هذا لزيادة صلابة الشاصي نفسه. عندك ايضا هذه مالت الكراسي الاطفال تقدر تركبها، تركب على الكيشن اللي بالامام. وايضا عندنا يكون ما في سبير، طبعا السيارة هذه ما يكون فيها سبير، يكون فيها عدة من مساعدة للطريق والانفليشن او انه يتفخ تاير فقط. في مشابك هنا تقدر تشبك شبك بالخلف، تسكر الدبة تسكرها من هنا. تمنيت تكون في مسكة أفضل لكن تسكرها يدوي من هنا، تمسك الصبغ. خلونا نشوف النيسان زي من داخل. طبعا كيل سنتري دخول ذكي بدون مفتاح، تخلي مفتاح بجيبك وتدخل دخول ذكي بدون مفتاح. عندك زر اللي موجود هنا، طبعا هذه مسكة التاريخية أو المميزة لنيسان زي موجودة للحين. تضغط دقمة هذه وتفتح الباب. الباب يكون فريمليس بدون إطار، يكون الجامة نفس سيارات السبورت. أيضا عندك المواد المستخدمة جدا ممتازة، جودتها عالية، هذه نفس السوفت بلاستيك. وأيضا الجلد المطرز باللون الأحمر، هذه التوتون داخلية الحمراء. أيضا الكنتارة موجود تحت أو الشاموا، في ناس تسمي شاموا. أيضا هني الجامة تكون أوتوماتيكية بالكامل، طي المناظر يدويا من هني. أيضا موجود تحت مكان تخزين سماعات من بوز، راح أحط لكم كم عدد السماعات الحين راح يظهر لكم. سماعات من بوز جدا ممتازة. أيضا في حماية جانبية للسيارة وكلمة زي موجودة مهني. وأيضا يكون سيارة تصنع باليابان بالكامل، مصنع اليابان، سيارة مو نفس التيوتا سوبرا. أيضا عندنا الكراسي نفسها تكون يدوية مهني، فقط ترفع وتنزل. هذا هني تقدر ترفع المكان الخلفي اللي هني، والأشياء اللي تقدمها وترجعها وتعدل سنادة الظهر تكون أوتوماتيكية من هنا. أتمنى تكون واضحة. السيارة جلد أو المستخدمين، الكيشن جميل جدا وفي حشوة ممتازة. أيضا الكنتارة موجود بالنص، طبعا يكون فقط مدفع للأسف، ما في فتحة طبعا بالفوق. ويكون في تجويف للركاب الأطوال أو شيء، ما عندك مشكلة في السعة الداخلية. خلونا نشوف تشغيل السيارة من داخل. طبعا عندك زر التشغيل، ادفع الكلتش مو البريك، تضغط على الكلتش حيل وتشغل السيارة. عندنا هنا زر التشغيل، وعندنا هذه السيارة من داخل. طبعا عندك الجلد يكون ممتاز جدا، وايضا في تطريز من هنا. السكان نفسه مستوحينه من نيسان جي تي ار، هذا هم الكاتبينه. فالسيارة مستوحية اشياء من سيارة النيسان جي تي ار. وعندنا الازرار خاصة في المسجل او الشاشة هذه، راح نشوف ان شاء الله مع بعض هنا. ايضا طول وتقصر على الصوت من هنا، وايضا التراك وترجع من هنا حق الشاشه خاصه وهني. وايضا هذه اشياء خاصه في الشاشه راح نشوفها ان شاء الله. عندك على اليمين مثبت سرعه موجود هني، والرادار المتفاعل الذكي موجود ايضا، والاوامر الصوتيه، وترد وتغلق على اتصالات من زر واحد فقط. عندك الاضاءات تكون بشكل اوتوماتيكي بالكامل، وايضا المساحات موجوده على الجنب هني عاديه مو اوتوماتيك. على اليسار تحت افضل زر موجود في السياره اللي هو التراكشن موجود هني. طبعا التصميم الداخلي نفسه، عندك المكيف موجود على الجنب نفس 370 زي، وايضا المسكه هذه ماخذينها من 370 زي. وعندنا الشاشه هذه، تشوفون الخطوط اللي فوق، الخطوط الحمراء هذه والخضراء، تقدر تغير سرعه المحرك متى تبي تغير بالضبط التعشيق من هنا، تلقائي او تخصيص. اذا مثلا حطيت على 6000 مثلا، تبي تغير على 6700 هو العزم الاقصى او اقوى قوة راح تحصل عليها في السيارة، راح يطلع لك الخطوط اللي فوق هذه متى تبدل بالضبط. وأيضا عندنا أشكال متعددة للعداد نفسه، رياضي راح يطلع لك الشكل هذا. طبعا جرافيكس ما شاء الله جدا يعتبر ممتاز. عندك الإعدادات وشاشة فاضية أو كمبيوتر القيادة تقدر تختار. وعندك أيضا تقدر أنك تغير على محسن، يعني شكل ثاني مختلف عن الأشكال الثانية. هذا عندك تعطيك أهم المعلومات. شوفون هذه الفئة، الشكل هذا، هذا هو السبورت اللي أنا أقصده، مختلف عن الشكل اللي يانا يعني اليوم. أيضا يطلع لك جرافيكس عن ضغط الإطارات، صراحة أجملهم عندي الثاني.
الرياضي أجمل واحد فيهم. الرياضي مثل ما تشوفون راح يعطيك حرارة زيت الدفرنشل اللي ورا، أيضا حرارة زيت المحرك، وأيضا عندك أشياء خاصة في الأنالوج اللي مميزة من النيسان زي، عندك ضغط البوست مال التيربو نفسه، وأيضا بطارية الفولتج أو شيء كذي، هذا تيربو سبيد، وهذا البوست نفسه الهواء اللي داش عليه. وعندنا هذا الجير العادي يكون من 6 سرعات مثل ما تشوفون موجود هنا، الجير يكون من 6 سرعات. ايضا في الاس مود. الاس مود شنو؟ اللي هو السينك او سينكرونايز ريف. يعني شنو سينكرونايز ريف؟ يعني ترجمتها تزامن دورات المحرك مع الجير نفسه، اللي يسمونه الريف ماتش. فهو راح يعدل لك الريف ماتش من نفس الجير نفسه ونفس المحرك، يحافظ على سرعة دورات المحرك فما تفقد القوة في حال انك غيرت من غيار الى غيار. طبعا تقدر تسويها من نفسك، لكن اذا تبي مساعدة السيارة تشغل الاس مود. اعتقد زد من اوائل السيارات اللي استخدمت التقنية هذه. عندك الاضاءات الداخلية تكون باللون الابيض مثل ما نشوف. عندنا هني المكيف يكون في الاوتو. الاوتو اللي فقط الزون واحد فقط، يعني درجة الحرارة للسيارة هي منطقة صغيرة اصلا، فتكون زون واحد. عندنا التطريز الجميل للداخلية مثل ما تشوفون، ايضا يكون في سوفت بلاستيك موجود فوق على طول السيارة اللي من فوق الطبلون نفسه. ايضا عندك التحكم في التكييف يكون يدوي من هنا، وايضا في شحن USB تايب سي وتايب سي تايب اي موجود تحت، وايضا يوصل النظام المعلومات اللي هو الابل كار بلاي، في مكان تخزين ممتاز للهاتف موجود هنا. كونسول الوسط يكون من البلاستيك العادي. ايضا الجير نفسه صراحه شكله جميل، وايضا يكون من الغيارات اللي فوق هذه زهرة الجير نسميها بالكويت، تكون من الجلد الجميل. ايضا التعشيق يكون يعني فيها شورت قصيرة شوي، شوف هذا الرابع، فتكون جميلة جدا وممتازة وعملي الجير نفسه. الجير 6 سرعات. ايضا في التدفئة فقط، للأسف ما في تبريد. ايضا زر الدبة موجود هنا. مشكلة الجيل السابق يكون في الحاملات الكواب، الحين حطوا لك حاملين للكوب، قبل كان في فقط واحد. ايضا عندنا هاند بريك يكون عادي يدوي عادي، ترجع تفتح التكاية تضغط هنا راح تفتح، وعندك 12 فولت موجود هنا مثل ما نشوف، ايضا مكان يعتبر صغير لصغر حجم السيارة في حال انك تبي تخزن اشياء اكثر. موفرين لك مخزن موجود بالخلف هنا مثل ما تشوفون، يعتبر جيد، وايضا مخزن هنا ومخزن على اليمين موجود هنا. وهنا في مكان تخزين يعتبر حجمه جيد. منظرة اللي فوق يكون فيها تعتيم تلقائي، مو فريملس عادية تكون، في باسنجر ايرباك في حال ما كان موجود وياك راكب راح يلغي الايرباك. للأسف ما في بيت للنظارة. ايضا يكون هالوجن عادي الليت نفسه. ايضا في نظام المنظرة تكون فيها الليت الهالوجن العادي. ايضا ما تمتد، لكن عندك قطعة البلاستيك الموجودة هنا تغطي بشكل جدا ممتاز وعملي. ونظام الدعسة تكون رياضية من النظام الأورغن مثل ما تشوفون ثابتة في الأرض. نظام الأورغن دائما يختلف عن النظام العادي. الأورغان يكون دعسة ثابتة تكون رياضية بشكل جدا ممتاز، مو نظام الدعسة العادية. هذا دعسة الكلتش موجودة على اليسار. في النهاية حاب أشكر فرع بطين وأخص مدير معرض رامي السيد رامي على توفير سيارة تجربة بشكل كامل. راح أحط لكم كافة تفاصيلهم مثل ما قلنا بداية الفيديو، تلقونها بوصف الفيديو. طبعا حتى موقعهم الالكتروني وصفحاتهم التواصل الاجتماعي، وايضا موقعهم في خرائط جوجل. حياكم الله، الى مزيد ان شاء الله مراجعه نفس هذه. حياكم الله وشكرا على المتابعه.